إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر على قناة شعب. قناة شوف تي في نتواجد بالطوالع نواحي بن سليمان عند أحد بائعي الفواكه. الخيرات تبارك الله جودة عالية وحتى الأثمنة فمناسبة بالمقارنة ببعض الأماكن. فالثمن ديال العنب 10 دراهم فقط، عنب تبارك الله جودة عالية. الصورة أمامكم، الخيرات تبارك الله، العنب الابيض والكحل، الصورة واضحة امامكم. فهاد العنب، هاد العنب منين الاصل ديالو؟ العنب من مكناس، والكحل من الكحل مراكش. الكحل مراكشي والابيض مكناس، جودة عالية صراحة هنا بالطوالع نواحي بن سليمان، وحتى الثمن مناسب بالمقارنة مع الاماكن الاخرى اللي ديجا درت فيها روبورتاجات. فبحال هاد العنب بعض الاماكن البارح كان كيوصل حتى 13 درهم، الثمن ديالو اليوم بهاد المنطقة 10 دراهم وجودة عالية تبارك الله. الصورة أمامكم، الخيرات تبارك الله صراحة، عنب من طراز العالي والثمن ديالو مناسب 10 دراهم بالمقارنة مع الأماكن الأخرى. العنب الكحل هو 10 دراهم مراكش، جودة عالية. الليمون 8 دراهم، معروف تقريبا جميع المناطق في المغرب، فالثمن ديالو 7 دراهم 8. الثمن شوية طالع ديال الليمون لأنه باقي موجودش. التفاح موجود، التفاح كاين من 5 درهم حتى 14 درهم 15 درهم على حساب الانواع، لان كاين فيه طيوح، كاين فيه بزاف الانواع. يعني التفاح فموجود تبارك الله فيه 5 درهم ديال الطيوح، 6 درهم 7، وانت طالع الفوق حتى 15 درهم 14 درهم على حساب الجوده، لان فيه بزاف الانواع. البعويد هذا ديال البلاد، شحال الثمن ديالو؟ 15 درهم، 15 درهم، 13 14 15 هذا هو الثمن اللي كاين. فكاينه اثمنه طالعه في العنب صراحه في البعويد 13 14 15، ولكن المثير صراحه هو هذا العنب اللي جوده عاليه صراحه تبارك الله. الثمن ديالو 10 درهم، ثمن مناسب بالمقارنه مع اسواق المجاوره لهذه المنطقه. كاين العنب الابيض والعنب الكحل، العنب المكناسي والعنب ديال مراكش. خيرات تبارك الله صراحه. ليمون 8 دراهم 7 دراهم جودة عالية، والموز من 10 دراهم 11 درهم. إذا مرة أخرى مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر صبيحة الأحد، والذي يصادف ذكرى عيد مولد النبوي الشريف. ادخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله ذكرى غالية على كل المغاربة، عيد المولد النبوي الشريف. نتمنوا إن شاء الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا. فنتواجد بالطوالع نواحي بن سليمان عند أحد بائعي الفواكه، جودة عالية تبارك الله، والأثمنة مناسبة في هذا الصباح كيف ما ذكرت سالفا. فالعنب جودة عالية 10 دراهم فقط، فبالمقارنة مع النواحي فتقريبا ناقصة واحد 3 دراهم 2 دراهم. الليمون 8 دراهم، لأنه الليمون قليل هذه الأيام، بحال الليمون ديال العصير بحال الليمون ديال الماكلة. والموز، الموز موجود 10 دراهم 11. الخيرات تبارك الله صراحة. أيضا البعويد بلدي ديال البلاد، ثمن مناسب كيبدا من 13 14، الرمان 5 6 دراهم. دائما مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا النقل المباشر الصباحي مباشرة من نواحي بن سليمان عند أحد بائعي الفواكه. الخيرات تبارك الله موجودة هذا الصباح، وجميع أنواع الفواكه موجودة، وحتى الأثمنة مناسبة بالنسبة لعدة فواكه بحال العنب، العنب المراكشي والعنب المكناسي، الثمن ديالو 10 دراهم. التفاح راه موجود تبارك الله هذه الايام، والثمن مناسب
التفاح كاين من 5 دراهم حتى تقريبا شي 14 درهم، لان كاين الطيوح، كاين فيه بزاف الانواع. هذا التفاح تبارك الله هو جوده عاليه، الثمن ديالو 7 8 دراهم 9، يعني الحمد لله. واخا العواشر واخا العام جاف، فالخير موجود والاثمنه مناسبه هنا في هذا المكان الجميل. دائما مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، نتواجد بالطوالع نواحي بن سليمان في هذا الصباح الجميل، صباح الأحد، والذي يصادف ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. تدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتو إن شاء الله، لأنها ذكرى غالية وغالية على كل القلوب. فتدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. نتواجد بهذه المنطقة، الخيرات موجودة تبارك الله، ديال الفواكه والأثمنة حتى هي مناسبة لعدة فواكه، بحال العنب تبارك الله، العنب ديال مراكش وديال مكناس، الثمن ديالو 10 دراهم، فثمن مناسب بالمقارنة بعض الأسواق في هذه المنطقة اللي كان وصل الثمن حتى 13 درهم 12 درهم البارحة. الليمون 8 دراهم 7 دراهم، التفاح 10 دراهم، والموز تبارك الله موجود حتى هو 10 دراهم 11 درهم. اذا ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، بعد ما رصدنا لكم الاجواء والاثمنه ديال هذه الخيرات تبارك الله، الفواكه جوده عاليه تبارك الله، والاثمنه حتى هي مناسبه، خصوصا في هذه العواشر كتكون الاثمنه شويه طالعه، مي هنايا في الثمن مناسب. فالعنب وصل 10 دراهم جوده عاليه تبارك الله، ليمون 8 دراهم، تفاح من 5 وانت طالع 5 6 7 واصل حتى 14 درهم، لان كاين الطيوح وكاين فيه بزاف الانواع في هذه الفتره، هذا الموسم ديالو. البعويد كاين من 13 تبارك الله، بعويد بلدي 13 درهم وفوق، الرمان 5 6 دراهم. اذا ما بقى لي الا نودعكم في هذا النقل المباشر في هذه الصبيحه الجميله، صبيحه ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله، الى اللقاء، نهايه اسبوع موفقه، ودمتم في رعايه الله.